السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ومعاكم أحمد سامي بروكر ايجيبت. احنا النهاردة احنا على كورنيش المعادي صف أول على النيل مباشر. هنتفرج دلوقتي على شقة إيجار إن شاء الله. عجبكم ما تنسوش تعملوا لايك للفيديو وسبسكرايب للقناة عشان تتابعوا كل جديد. ده سلم العمارة زي ما حضراتكم شايفين، في 2 أسانسير، واحد للزوجي واحد للفردي، ودولة للمدخل. مدخل شكله نضيف جدا وشكله شيك جدا. هنطلع دلوقتي نشوف الشقة إن شاء الله تعجبكم. ده كده احنا قدام باب الشقة. وضع الشقة حاليا 3/4 تشطيب، ودي ميزة بقى مش عيب. ليه بقى 3/4 تشطيب؟ عشان خاطر العميل اللي يجي ان شاء الله يختار الالوان والدهانات اللي هو عايزها، لكن الارضيات هي معمولة رخام وفي شغل ديكور في الحيطة. انا بس عايز اوريكم فيو النيل الاول، بعد كده نتفرج على الشقة بالكامل. ده كده فيو النيل اهو، صف اول. صف اول على النيل مباشر. ده التراس. شوف بقى شغل الجبسن بورد المعمول. الشقة واقفة على ايه بقى؟ هي شقة متمحرة، هيتعمل لها وش معجون، والعميل اللي هيجي يسكن هيختار الالوان اللي هو عايزها عشان تبقى الشقه بالنسبه له اول سكن. اتفرج دلوقتي على بقيه الشقه. ده كده الريسبشن، كل حاجتها موجوده، يعني ما فيش حاجه ناقصه في الشقه. عندنا اول حاجه هنا بتقابلنا حمام ضيوف، بعد كده عندنا المطبخ. المطبخ هنا فيه ميزه كمان، ان احنا ممكن يبقى المطبخ ده امريكان، ممكن نفتح شباك هنا ويبقى فيه مطبخ امريكان. تمام، نطلع فوق. عندنا هنا الحمام الرئيسي، طبعا الحمام والحاجات دي كلها هتيجي كلها ايديال ستاندرد، على حسب برضه ذوق العميل وعلى حسب اختياراته. عندنا هنا اول غرفه، الارضيات هي كلها معموله باركيه مسمار، هتتلمع بس واقفة على التلميع يعني. عندنا هنا دي منطقة ليفينج، وفي هنا عندي حمام. وهنا غرفة. وهنا غرفة الماستر. ده الحمام بتاعها. ده كده دي الابواب بتاعه الشقه كلها، كل يعني الحاجات كلها موجوده بتاعه الشقه. بص المطبخ الدريسنج بتاع الغرفه الماستر كبير ازاي. ودي الغرفه الرئيسيه ما شاء الله برضه كبيره جدا. الشقه دي زي ما قلت لحضرتك وهي 3/4 تشطيب. احنا واقفين على الفينش الاخير. الفينش الاخير اللي بيبقى على حسب ذوق العميل. العميل هيجي يقول والله انا عايز الحيطان دي بيج، رمادي، فوشيا، كحلي، على حسب الفرش بتاعه وعلى حسب النظام اللي هو عايزه. من 20 ل 30 يوم بنكون مخلصينها بالكامل، بالحمامات، بكل حاجه. كل حاجه بيستلمها على المفتاح، بيستلمها على المفتاح. طبعا اقل مده بتبقى 3 سنين، يعني احنا مش هينفع ناجر سنه والكلام ده. اقل مده بتبقى 3 سنين، لان التشطيب بيبقى على صاحبه الشقه مش بيبقى على العميل. رب الفيديو يكون عجبكم، ما تنسوش تعملوا لايك للفيديو وسبسكرايب للقناه. شكرا جدا ليكم، كان معاكم احمد سامي بروكر ايجنت. شكرا.